بسم الله الرحمن الرحيم. سموا بسم الله كده جميعا، توكلوا على الله. بسم الله توكلنا على الله. الفصل الثامن في قصة الأيام الجزء الأول. كنا في الفصل السابع لو تفتكر، كانت حياة الصبي تغيرت إلى حد كبير لما دفع إليه أخوه بعض الكتب يحفظ بعضها عن ظهر قلب زي ألفية ابن مالك ويقرأ البعض الآخر. وعرفنا في الفصل السابع مدى مكانة الفتى الأزهري بين أقرانه في القرية، وكان يختار كل عام خليفة لمكانته العلمية. وعرفنا أن الصبي كان بيشتاق أشد الاشتياق أن يكون مثل أخيه. ولاحظ تطور طموح الصبي، فكان طموح الصبي أن يتخطى صياجا، ثم كان أن يتخطى قناة، ثم أن يذهب إلى القاهرة ويتعلم في الأزهر ويصبح مثل أخيه الأزهري. فهناك تطور في شخصية الصبي لابد أن تلمح. النهاردة بقى في الفصل الثامن عنوانه العلم بين مكانتين. العلم بين مكانتين، يقصد بالمكانتين الريف والمدينة. فهو بيناقش ظاهرة غريبة. إيه الظاهرة دي؟ إن في الريف والقرى تجد الناس تحترم جدا العلماء، سواء أستاذ في مدرسة تلاقي الناس تحترمه قوي، شيخ في المسجد تلاقي الناس تحترمه، أو الشيخ بتاع الصلاة في المسجد تحترمه جدا، حد بيتعلم في بره ويعني في مصر مثلا وبيجي القرية من وقت لوقت تلاقيهم محترمينه قوي، يعني بيحترموا المراكز العلمية جدا في القرى. ليه؟ حاجة غريبة. رغم ان المدينة لا يكاد احد يحفل بالعلماء ولا بالاساتذة، عادي استاذ من اساتذة عادي، انسان عادي بالنسبة لهم، ليه بعض الاحترام لكن مش مبالغ فيه. لكن في الريف، الريف ايه بيحترمون من مظهر الاحترام بقى، ان هم اولا احترام في الكلام، ما يعليش صوته ابدا وهو قاعد مثلا، ان قالوا يستمعون، يعني لو اهل الريف سمعوا حاجة من العلماء يطيعوا، لو العلماء قالت اهل الريف على طول تطيع. المهم لماذا يحترم أهل الريف العلماء أكثر من أهل المدينة؟ لأن علماء أهل الريف قليلون، أما العلماء والأساتذة في المدينة فكثيرون حسب قانون العرض والطلب. وده كان سؤال سنة عامة قبل كده، قال له يعني إيه قانون العرض والطلب؟ قانون العرض والطلب بيقول إيه؟ بتاع التجارة، بتاع البضائع، بتاع التجارة العادي، أي تاجر في الدنيا عارفه، يعني إن لما البضاعة تزيد في السوق سعرها يقل، لأنه بيتنافسوا بقى كل واحد يبيع فبيقلل السعر. لكن لما البضاعة تقل الطلب يزيد، تقوم السعر ايه؟ فهمت؟ العرض اللي هو يعني حجم وجود البضاعة، والطلب اللي هو طلب الناس. فكل ما زاد العرض كل ما قلل ايه؟ السعر. وكل ما قل العرض زاد الايه؟ السعر. اسمه قانون عرض الطلب. طب ما هو العلماء نفس الحكاية، كل ما زاد عدد العلماء اعتبرهم الناس انها يعني شيء عادي، اما اذا قل عدد العلماء فاشتاق الناس الى وجودهم اكثر. وقلنا ان عدد العلماء في الريف ايه؟ قليل، فلذلك كانوا لهم مكانة، لهم مكانة خاصة وممتازة بين اهل الريف. طب الصبي كيف كان ينظر العلماء وهو في الريف؟ اكيد ان الصبي متأثر بنفسية اهل الريف. الصبي ما هو الا واحد ريفي برضه فلاح، يعني مش كده؟ وكان ينظر الى هؤلاء العلماء على انهم قد فطروا من طينة ممتازة غير الطينة التي فطر الناس منها جميعا. ايه الجملة دي؟ فطر يعني خلق، ومن طينة ممتازة. هذا التعبير يعني يكاد يكون مرفوض، يعني وكأن الله عز وجل قد خلق الناس من طين، ولكن الطين كان أنواع، فهناك طينة للناس العادية، وهناك طينة للناس المتوسطة، وهناك طينة للممتازة. طبعا هذا المعنى مرفوض لأن القرآن لم يشر إلى هذا المعنى، بل بالعكس، أن عندما نريد أن نساوي بين الناس نقول إنسان مخلوق من إيه؟ ولا تفاضل بين طين وطين، فهمنا؟ لكن هو يعتقد ولا يؤكد هذا الاعتقاد شيء من السنة ولا القرآن، أن العلماء قد فطروا أي خلقوا من طينة ممتازة غير الطينة التي خلق منها الناس إيه؟ منها الناس جميعا. ولذلك كان هؤلاء العلماء إذا قالوا سمع الناس، وإذا قالوا أنصت الناس. لكن ماذا تتوقع عن الصبي عندما يذهب إلى المدينة؟ سيتأثر بنفسية أهل المدينة، ويبدأ العلماء نظرته إلى العلماء تتغير، فكثير هؤلاء العلماء وهو يراهم كثيرا كثيرا حتى ألف وجودهم بينهم. ولذلك نقول أن نظرة الصبي عندما سافر إلى القاهرة تغيرت إلى العلماء، لأنه تأثر بمين؟ بنظرة أهل المدينة.
طب يا ترى ايه رموز العلم اللي كانت موجوده في القريه، سواء رموز على حق او رموز على باطل؟ على فكره رموز العلم دول يعني منهم من بالفعل هو رمز للعلم وعالم يعمل بعلمه، ومنهم من هو يتعالم ويظهر العلم ولكن العلم منه ايه بريء. في اربع رموز مهمه جدا في قريه الصبي. الرمز الاول رمز للعلم وهو يدعى كاتب المحكمه، وليس له اي صله بالعلم ولكنه كان يدعي العلم وهو كاتب المحكمة، هنعرف قصته. الرمز الثاني هو إمام المسجد أو الإمام الشافعي المذهب. كان في إمام مسجد كده وكان ليه أتباع كتيرة، والرجل ده كان على علم فعلا وكان بيخطب الجمعة ويدرس ويحفظ القرآن ويعلم الحديث، لكن ليه بعض العيوب هو هيقولها برضه. يبقى الرمز الثاني اللي هو مين؟ الإمام الشافعي. لو نسميه بلاش عشان احسن نخلط ما بين الإمام الشافعي الحقيقي، هنقول ايه؟ العالم الذي ينتمي الى المذهب الايه؟ الشافعي. الرمز الثالث هو عالم اخر ينتمي الى المذهب المالكي. احنا عارفين ان في فروق بسيطه كده هقولها دلوقتي واحنا بنتكلم عن المذاهب. واخيرا الرمز الاخير هو الاصحاب العلم اللدني، ودول بقى ناس مخرفين كده وفاكرين نفسهم بقى ايه بيتلقوا العلم من الله مباشره. فاذا عندنا صاحب المحكمه كاتب المحكمه، والعالم شافعي المذهب، والعالم مالكي المذهب، واصحاب العلم الايه اللدني. من الممكن ان اضيف لهم الفتى الازهري اللي بيمثل العلم الرسمي، العلم اللي الدوله متبنيانه، العلم الازهري. يعني ممكن ده يعتبر رافد او رمز من رموز العلم فين؟ في القريه. اذا بين هؤلاء تربط حسين، بين هؤلاء اصحاب كاتب المحكمه والعالم الشافعي المذهب والمالكي المذهب واصحاب العلم اللدني والفتى الازهري، دول رموز العلم في القريه. طب نمسك رمز رمز بقى كده. الرمز الاول وكاتب المحكمه، ايه قصه كاتب المحكمه ده بقى؟ كاتب المحكمه ده هو في نفس سن الفتى الازهري، لكنه ذهب الى القاهره وحاول ان يتلقى العلم هناك في الازهر، لكنه فشل فشلا ذريعا. كل ما يتقدم الامتحان يرسب، كل ما يتقدم الامتحان يرسب، فلذلك عاد الى القاهره يعني شكله وحش قدام الناس زي ما بيقولوا بقى. ليه؟ لانه فشل. فقنع بوظيفه، اتعين في وظيفه كده في المحكمه اسمها كاتب المحكمه. بقى بيعمل ايه بقى؟ ورا القاضي يكتب الاحكام اللي بيقولها الايه القاضي. دلوقتي الكاتب ده موجود، كاتب الجلسه اسمه. الراجل ده طبعا عنده حقد كبير جدا على الفتى الازهري. ليه؟ الفتى الازهري نجح في اللي هو بيبقى فشل فيه. غير كده الفتى الازهري بيختار كل عام ايه الخليفه، والناس بتحترمه وتبجله اكتر واكتر. وهذا الرجل اللي هو كاتب المحكمه كان يحقد على على الفتى الازهري، بل كان متعصبا اشد التعصب للمذهب الحنفي تبع ابي حنيفه، المذهب الامام ابي حنيفه. ايه حكايه المذاهب في الاسلام دي؟ طبعا عارفين عندنا اربع مذاهب في الاسلام مشهوره، وفي مذاهب اخرى بس دي الاربعه المشهوره، مذهب الحنفي والمالكي والشافعي والحنبلي، مش كده؟ اللي هم الاربع مذاهب المعروفه. لكن الاختلاف بين المذاهب دي ليس في الجوهر ولا في الاساسيات، بل هي اختلافات فرعيه بسيطه جدا، ولا يضر المسلم ان يكون حنفي المذهب او شافعي المذهب او مالكي المذهب، او حتى لا يكون على اي مذهب من هذه المذاهب طالما قال لا اله الا الله محمد رسول الله ويمارس اركان الاسلام الخمسه فهو ايه؟ فهو مسلم بغض النظر عن ايه؟ عن مذهبه. ولا يدعو الاختلاف في المذهب بيني وبينك ان كنت حنفيا وانا مالكي، او كنت شافعيا وانا حنفي، لا يدعو الى اي عداوه، بل بالعكس ده قلنا اختلافات في قشور الايه الاشياء. ولكن هذا كاتب المحكمه كان متعصبا اشد التعصب لابي حنيفه، وكان اتباع ابي حنيفه في القريه قليلون جدا، يكاد يكونوا معدودين على الاصابع. واذا اتت سيره الشافعيه او المالكيه او اصحاب المذاهب الاخرى امام كاتب المحكمه كان يطلق لسانه فيهم اطلاقا شنيعا. كان يعيب على الشافعي ويعيب على مالك وكانه يعلم اكثر من الشافعي ومالك، وهو لا يفهم شيئا. تعرف الناس دي اكيد بتقابلها كتير، يعني حد ما يفهمش اي حاجه في اي حاجه عمال يتكلم وخلاص. فاهل القريه بقى مكره واذكياء، فبداوا يعملوا ايه بقى؟ كل ما يشوفوه جاي، هو الراجل ما كان جاي بيسلموا عليكم وعليكم السلام، قاعدين بيتكلموا، وبعدين يقولوا ايه رايك الشافعي كان بيقول؟ هو ليه بيقولوا كده؟ عشان يستفزوه. هو اول ما يسمع الشافعي ينطلق بقى، هم يقعدوا يغمزوا لبعض ويضحكوا ايه؟ يضحكوا عليه. يعني وصل لدرجه انه بقى سخريه الجلسه، كانوا يتحدثون قاصدين عن الشافعية أو الحنفية. ليه؟ عشان يثيروا أعصابه فيبدأ وينطلق فيضحك عليه أهل القرية وهو لا يشعر بأنهم يسخرون منه. ده موقف تعصبه الذي أدى به إلى هذا.
كمان بقى كان غريب ان هو بيدعي انه يعلم اكثر من القاضي الذي يعمل معه. يعني تخيل بقى كمان يقول لك انا القاضي النهارده غلط على فكره في كذا. القاضي كان المفروض وانا لفت انتباهي وعارف الناس دي الناس اللي عندها نقص ديت يفضل اتفقوا في القاضي ده. القاضي ده راجل ما بيقعدش على كرسي القاضي ده الا بعد ما زي ما بيقولوا هو بيشيب يعني. فانت جاي تعدل على القاضي بتاعك ده كمان ليه اخ قاضي هو اللي كاتب المحكمه ده ليه اخوه قاضي بس في حته ثانيه. فبقى بقى يفتخر باخيه القاضي وان اخوه القاضي بيفهم عن القاضي اللي بيعمل معاه. يعني حتى صون السر مع ان المفروض مهنه القضاء دي فيها اسرار زي الطب وغيره صون السر ما بيصونش. يعني متعصب لمذهبه كمان لا يصون رئيسه ولا يصون سره. كمان بقى شديد الحقد والموجده على الفتى الازهري. فكيف يوم عرف معلومة كانت هتموته بقى؟ ايه المعلومة دي؟ ان الفتى الازهري هيخطب الجمعة دي. يا نهار اسود ابن الشيخ حسين هيطلع على المنبر والقرية كلها تشوفه بيخطب وانا قاعد في وسط المصلين وهو يكتب له المجد والشهرة. فأصرها في نفسه يعني سمعها وسكت. سمعها يوم الحد يوم الاثنين ان لسه هيخطب يوم الجمعة. فضل ساكت ساكت وقعد يدور له على مصيبة ازاي يمنعه انه يخطب. وفعلا لقاله مصيبة. ايه هي بقى؟ سابوا لغاية ما بدأت يوم الجمعة وراح الجامع. وأول ما لقى الفتى الأزهري هيطلع على المنبر راح هو واقف وسط المصلين قبل الصلاة. عارفين في الأذان الأول صار ركعتين السنة وبعدين الخطيب بيطلع فوق المنبر وبعدين الأذان الثاني يبدأ يخطب. في أذانين يوم الجمعة. هو الأذان الأول أذن والناس لسه هتصلي السنة الناس صلت السنة لسه الأذان الثاني هيأذن عشان بقى الفتى الأزهري يطلع. هو كان مستعد بقى قايم في وسط الناس قال لهم يا جماعة ده صغير السن واللي هيصلي وراه صلاته باطله. خلي بالك في ناس جهله ما تفهمش حاجه وشايفين ده كاتب المحكمه انه بيقعد مع مين؟ بيقعد مع القاضي بقى يبقى فاهم كل حاجه بقى ده راجل بيقعد مع القاضي وبيشككهم في ان الصلاه كلها هتبقى ايه؟ باطله. وازاي ده يصلي العيل الصغير ده يصلي لاصحاب الاسنان؟ اصحاب الاسنان اللي هم يعني الكبار سنا. ما انت عارف طبعا الاسلام مساله الكفاءه بتقدم على السن. اه صحيح الاحترام الكبير وارد لكن اذا كان الكبير لا يحفظ القران وكان الصغير يحفظ القران مين اولى بالامامه؟ الماهر بالقران مش كده؟ لا المهم ان هو اثار قضيه. فالقضيه بدات الناس تختلف حواليها. البعض يقول اقول معاك حق فعلا ازاي حته عيل هنصلي بيه يعني. وبعض الاخر يقول لا ده راجل بيتعلم في الازهر. فصاحب اللي هو الامام المسجد لقى ان في هرج ومرج هيبقى في الجامع. اظن ده لا يليق بالجامع طبعا. الجامع وبالذات صلاه الجمعه بالذات. يعني ان كان الكلام مباح في المسجد بحدوده وبادبه لكن في صلاه الجمعه بقى الكلام غير مباح اصلا. ايه رايك بقى؟ انت عارف طبعا اللي بيصلي الجمعه عارف ان يعني الشباب لما يروح لو قلت للي جنبك لو اللي جنبك عم بيتكلم قلت له اسكت صلاتك انت باطله. تخيل من قال لاخيه صهن يوم الجمعه فقد الغى، الغى يعني لا صلاه له. يعني المفروض ان انت حتى الجدل انك تسكت حد يوم الجمعه ما تقولوش، سيبه يتكلم انت مالكش دعوه. المهم ان ايه؟ عشان حسن الانصات وعشان يحافظ على حدود الصلاه. فطبعا الهرج والمرج ده امام المسجد لقى ان الناس انقسمت. فطبعا وقدا للفتنه ومنعا لها قام صاحب المسجد اللي هو الاساسي الامام الاساسي وقام طلع فوق المنبر وهو اللي ايه؟ اللي خطب. فهدأ الناس وجلسوا. طبعا جلس كاتب المحكمه راضيا مبتسما انه افسد على صاحبنا ان يصعد فوق الايه؟ فوق المنبر وحرمه من هذا الشرف الكبير. طبعا الفتى الازهري صدم صدمه شنيعه لانه كان طوال الاسبوع يحفظ في خطبته وينمقها ويهذبها ويتخيل وهو يخطب امام الناس. وكان ابو الفتى الازهري اللي هو الشيخ حسين قد دار على اهل القريه جميعا يعرفهم ان ابنه سوف يخطب الايه؟ الجمعه. اي فخر لهذا الرجل وكان فخور بالحته دي قوي. فكيف حاله عندما منع ابنه من الخطبه؟ خرج الشيخ حسين يلعن في كاتب المحكمة ويوم الذي رآه فيه وأنه حقود وأنه حاسد. ولكن المهم أن الفرصة قد فلتت من يد الفتى الأزهري أن يخطب الإيه؟ أن يخطب الجمعة. هذا وإن دل يدل على طبيعة أهل الريف شوية في مسألة الفخر ومسألة التنافس ومسألة الغيرة من بعضهم البعض. دع عن كاتب المحكمة وعرفنا صفاته السيئة ولا يمت إلى العلم بالصدق. الرمز الثاني بقى رمز عجيب شويه ويعني يشبه رموز كتير احنا عايشين في وسطها. يعني هو اللي هو امام المسجد اللي هو شافعي المذهب ده الراجل ده كان عالم فعلا حافظ للقران وعالم بالحديث راجل عالم ويخطب طويلا يعني قعد فتره طويله يخطب راجل كبير يعني في السن. ولكنه اصابه كثير من العلماء يصيبون داء. ما الداء الذي يصيب العلماء؟ العجب. يعني يعجب بنفسه يبدا ايه
يعجبوا الحاشية اللي حواليه وكسرة أنصاره وكسرة أتباعه، ويبدأ العجب ينسيه الإيه؟ العلم الأصلي، لدرجة أن هذا العالم الشافعي رأى في نفسه الولاية. يعني إيه الولاية بقى؟ يعني أنه أصبح خلاص من المبشرين بالجنة مستجاب الدعاء. طبعا من ظن في نفسه ذلك هلك. أنت المؤمن دائما عايش على وجل، وجل يعني يا رب خش الجنة، يا رب اغفر لي ذنوبي، عارف أنه هو لو ربنا حاسبه بجد هيطرح فين؟ في النار، لكن هيخش وراح الجنة بإيه؟ برحمة ربنا. ده الرسول صلى الله عليه وسلم كان قاعد في وسط الصحابة بقول لهم إيه؟ لا يدخل الجنة أحد بعمله، قال ولا أنت يا رسول الله، قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه. يعني أنت مش هتخش الجنة بعملك، هتخش الجنة برحمة مين؟ برحمة ربنا. العالم الشافعي، العالم الشافعي ده بقى بدأ الناس يقصدونه حتى يذهبوا بيته، حتى أنهم كانوا يذهبون بيته. يعني اللي عنده ابن مريض يروح له البيت يقول له ارضه لي، يقوم يرقيه ولا يدعي له كده كده، يقول لك انا هخف، يخف بس الراجل ده معجزه. واحده ما بتتجوزش تروح تقول له ادعي لي عشان اتجوز، واحده ما بتخلفش تقول له ادعي لي عشان عارف انت الناس اللي موجودين بيننا وموجودين كتير جدا، عايز تروح تشوف يعني المهازل اللي بتسيء الى ديننا اكتر من اللي بيسئوله من بره، روح عند السيد البدوي وروح عند الحسين وروح عند المقامات. الصوفيين اللي معظمهم على باطل، في صوفيين على حق طبعا، في ناس كويسه جدا، عشان بس كلمه صوفيين دي ما نعممهاش، لكن اللي بتروح للسيد البدوي وتخرج من بيتها عشان تلف حوالين المقام كانه الكعبه، ده حرام، ده حرام، ده شرك بالله. لا وانت داخل لك لف من على اليمين، يعني كمان في طقوس، كمان عايز الف من على الشمال. والله العظيم اقسم بالله بيتعاملوا مع الموضوع يا جماعه. لما تيجي تناقشهم في حاجه زي كده ممكن 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 يسطو بيك يضربك، يعني ممكن يتخانق معاك، ممكن يشتمك، ممكن هو كمان ايه بيحب يدافع عن عقيده، ولا تروح تشوفه عند الحسين مسخره كلام فارغ، ولا السيده زينب، ولا طبعا الحسين والسيده زينب والسيد البدوي، العلماء والائمه دولت بريئين كل البراءه من اللي بيعملوه. يعني في ناس ما بتخلط بتشتم السيد البدوي، لا يا جماعه لا، الناس دي ما لهاش ذنب، لكن اللي ليه ذنب مين؟ اللي بيروح يعمل كده. وللاسف طبعا كل وكالات الفضاء العالميه بتصور دول تقول لك ادي الاسلام، لو انا اجنبي وببص على الاسلام كده اسلام ايه اللي اخشه ده؟ ازاي اسلام ده؟ وده اسلام اصلا انا اخشه ده؟ اذا الامام الشافعي بقى نرجع لموضوعنا ده، الراجل ده ظن في نفسه الولايه، وبداوا يقصدون بيته ويتوافدون ويتزاحمون على البيت. كان المفروض وقتا للفتنه هو يقوم يعلمهم يقول لهم حرام الكلام ده، من اراد ان يدعو فليذهب ويدعو. هو ده ديننا، ديننا ايه؟ انت عندك حاجه، عندك مشكله؟ اما السجاده موجوده يا حبيبي والارض موجوده، واقعد ابكي ربنا طول الليل والنهار من غير وسيط. اذا ظن في نفسه الولايه لدرجه بقى انه لما مات، بص بقى الناس بقى وسذاجه اهل الريف بقى، لما مات وبيدفنوه وهم بيدفنوه بينزلوه بقى، طبعا كل معتقد فيه ان الراجل ده خلاص على الجنه حاتف، فبيقولوا ايه؟ الناس بقى بعد الجنازه، والله ده احنا سمعناه وهو نازل القبر بيقول اللهم انزلني منزلا مباركا. طب راجل ما بص بص يعني خزعبلات اهل الريف بقى، قال ايه؟ ربنا رد عليه روحه وهو داخل القبر اللهم انزلني منزلا مباركا. طبعا ده عارف انت يقينا اللي بتتاخد روحه مستحيل ترجع له تاني، خلاص خلاص انتهت بقى في برزخ وفي عالم تاني مستحيل يرجع له. هو مين ده؟ مساله تحضير الارواح والكلام، كلام فارغ كله، مفيش حاجه اسمها تحضير الارواح، كل ده كلام فارغ خارج الدين الكلام ده. فطبعا الخزعبلات دي انتشرت بقى. لا وايه بقى بعد ما مات بقى؟ كل واحد يقوم من النوم الصبح ده انا شايفه في الجنه، والتاني يقول له والله ده انا شايفه برضه في الجنه امبارح في المنام. فين بقى في الجنه بالظبط؟ المهم ان السذاجه للاسف الشديد، هو في مصطلح فعلا السذاجه الدينيه ديت، اللي هم عندهم سذاجه في تصور الدين الخطا، السذاجه الدينيه دي عندهم ناس كتيره جدا، عند ناس كتيره جدا. فلذلك هو طه حسين بيحكيها بس بلقم بمكر، يعني هو بيحكي لكن بيستفز، انت الحكايه نفسها بتستفزك ان ده غلط طبعا، ما كانش موافق على الكلام ده طبعا. فده العالم الشافعي. نروح بقى للراجل الثاني، يعني في حد عدل خالص؟ الاولاني كاتب المحكمه ما كانش بيعرف حاجه اصلا، كان جاهل بمبدا العلم، والعالم الشافعي جاله داء العقب في الاخر وفكر نفسه ولي من اولياء الله. طب ما فيش حد عدل؟ لا، فيه الخير فيه وفي امتي الى يوم القيامه كما قال صلى الله عليه وسلم. كان في راجل بسيط جدا، الراجل ده كان عنده حته ارض بيزرعها بايده، ينزل مع الفلاحين ويزرعها بايده ويلم المحصول بعد ما يطلع، ينزل ياخده على العربيات ويبيعه بايده. يعني كان زارع وتاجر الاثنين، بيمارس الزراعه والايه والتجاره.
ده اسمه مسميه هو الإمام المالكي اللي هو تبع المذهب مالك يعني. الرجل ده بعد صلاة العصر كان يقعد في هدوء تام يصلي العصر ويقعد ياخد كتاب ويجي حوالي 5-6 كده يقعدوا معاه يشرح لهم المذهب المالكي بكل تواضع وبساطة وهدوء وبعدين يروح لشغله. لا تياه ولا يعجب بنفسه ولا يريد شهرة ولا يريد مالا من أحد بل يتكسب رزقه وينفق على الناس على المساكين وغيره وفي نفس الوقت يعلمهم الايه يعلم العلم ولا يريد كثرة الأتباع. فهو حتى تحصل بول ده كان مثال للمسلم الحق اللي هو جمع بين مهارة الدنيا ومهارة أيضا الدين. بس كان أتباعه ايه أولاد قليلين. نيجي بقى للرابع. الرابع ده العجب بقى كل العجب إنه ما أصحاب العلم اللدني. إيه العلم اللدني ده؟ العلم اللدني أصحابه يؤمنون بأن العلم لا يتعلم لا من شيخ ولا من كتاب. أنت عايز تتعلم لا تقرأ في كتاب ولا تروح لمدرس. أنت تعمل إيه؟ أنت تقعد تستغفر ربنا وتدعي ربنا إن ربنا يعلمك. يوم إيه اللي يحصل؟ لو أنت صبرت شوية هتلاقي ربنا يقذف في قلبك العلم بقيت عالم خلاص. ده ايه ده بقى مسمينه ايه؟ اسمع بس انا عارف انتوا بقى كلكم طمعان في الموضوع ده. طب استنوا بس هم مسمينه العلم الايه؟ يعني ايه اللدني دي؟ كلمه لدني دي واقفه قصادها شويه. اللدني جاي من كلمه لدن. لدن لدن جاي من القران في سوره الكهف وعلمناه من لدنا علما اللي هو مين؟ الخضر عليه السلام. ربنا في سوره الكهف بيقول ايه؟ علمناه من لدنا ايه؟ يعني تعليم الخضر كيف كان؟ ده الخضر ما كانش الخضر عليه السلام ما كانش نبي مع اختلاف الائمه يعني بس هو ما كانش نبي. الخضر كان اكثر علما من مين؟ من موسى. مش كان اكثر علما من موسى؟ مش سيدنا موسى راح يتعلم منه وكان كل حاجه يشوفها كان يعترض عليها لغايه ما فهم في الاخر؟ يبقى مين الاكثر علما؟ الخضر عليه السلام. مين اللي علم الخضر بقى؟ ربنا تعليم مباشر. طب ما هو ادم برضه تعلم تعليم لدني. ايوه في تعليم لدني احنا ما بنرفضوش ما بننكروش بس مين اللي اتعلم تعليم لدني؟ هما اتنين. ادم اللي هو اول حاجه ربنا قال وعلم ادم الاسماء كلها والتاني مين؟ الخضر. ده كان معجزتين ربنا ضرب بيهم المثل. لكن بقيه البشر كلهم متعلمين تعليم غير مباشر. ده حتى محمد عليه الصلاه والسلام لما اتعلم كان بيتعلم من جبريل مش كده؟ كان بياخد الوحي من مين؟ من جبريل وباقي الانبياء كذلك. اذا التعليم اللدني كان ضرب الله به مثل بعض الافراد. هل ينفع نعمم هذا التعليم؟ مستحيل. فهؤلاء بقى يؤمنون بجهل ان اي شخص يستطيع ان يتعلم هذا التعلم اللدني بل ويعطون نفسهم قداسه وكرامات. انت عارف شيخ الطريقه الفلانيه وشيخ الطريقه العلانيه وشيخ يقول لك كده شيخ الطريقه الفلانيه. اسمع انت عن شيوخ الطرق دي منهم من على حق ومنهم من هو على باطل فاختلط الحق بالباطل كده تحس ان في الموضوع ضبابي شويه كده. المهم ان مشكله مين اللي كان بقى مؤمن بالتعليم اللدني قوي ده بقى؟ الترزي اللي جنب المسجد. الترزي خياط ما اعرفش طبعا لانه طبعا بيكره العلم بيكره العلماء عفوا ويكره الكتب بل ويزدريهم يحتقرهم. يعني بشوف واحد عالم ماشي لك ده فاكر نفسه عالم يعني ده علم ارضي. ما انت عندك يقول لك لا انا بروح للشيخ فلان فوق. الشيخ فلان ده بقى بيتعلم من ربنا ومباشره خدك ربنا انت والشيخ فلان فوق في الاقليم يعني مش فوق في السماء يعني بيسافر له. يا جماعه انت لو تشوفوا الفلاحين بيعملوا ايه انا نفسي تعملوا بحوش في الكلام ده اهو. ده انت هتلطموا اقسم بالله العلي العظيم ده انت هتكتشفوا عالم ما تعرفوش خالص. انت عارفين في نص الفلاحين لما يسترق منهم حاجه بيعملوا ايه؟ يروح فين؟ يروح يفتح المندل. ما حدش المندل يروح للنصابه اللي مش عارف في الكرنس ولا في السنبلاوين ولا فين اقسم بالله وتروح تحكي لها الحكايه. وطبعا بتبقى في واحده زي ما شفت في الافلام بتعرف الاخبار من بره تنقل لها ممكن توقع عيلتين في بعض وتقول لها فلان اللي سرق وفلان اللي جهل تخلف. دول بيؤمنوا كده. الكارثه بقى ان مين اللي مؤمن بالعلم اللدني ده؟ اسمعنا قلنا الترزي صح؟ الترزي ده بخيل بل شحيح. عارف شحيح يعني ايه؟ يعني هو لو كان فعلا يعرف ربنا وبيتعلم من ربنا اول صفه في اللي اول صفه في المؤمن الكرم لان ربنا كرمه. ده بخيل وشحيح. عارف شحيح يعني ايه؟ قمه البخل. يعني اكتر حاجه خلاص في البخل تقول عليه ايه؟ شحيح. ادى الترزي اللي هو اللي احنا قلنا عليه. وللأسف الشديد إن أتباع الترز ده كانوا كتير دهماء كتير جدا
دول الرموز اللي اتعلم، دول الرموز اللي تلقى طه حسين العلم في اسطوره، بالاضافه لمين؟ للفتى الايه؟ الفتى الازهري. طب ما اثر هذا العلم؟ اسمع، المختلف المضطرب المتناقض، مختلف مضطرب متناقض، يعني العالم المالكي غير الشافعي غير اللدني، اكيد اثر في عقليه الفتى الصغير، وجعل عقله ايضا قد اصيب بالاختلاف والاضطراب والتناقض. شباب الحته دي خطيره فعلا. طه حسين كتب كتب يمجد فيها الاسلام ويدافع عنه، وكتب كتب يهاجم فيها الاسلام ويكاد يخرج بها عن الدين. طه حسين هو نفسه اعترف في كتابه وبيده ان قد انه قد اصيب بكثير من الاختلاف والاضطراب والتناقض. ده الفصل الثامن، يعني الكلمات المفتاحيه بتاع الفصل ده يا جماعه، هي نظره اهل الريف والمدينه للعلماء. ليه غلط؟ نظره اهل الريف والمدينه للعلماء، ادي اول نقطه. بعد كده بقى صاحب المحكمه، صاحب المحكمه اللي هو كاتب المحكمه، عفوا كاتب المحكمه، وبعدين اللي هو العالم الشافعي والعالم المالكي واصحاب العلم اللدني، اربعه. تاني كاتب المحكمه، الشافعي، المالكي، اللدني، ادي اربعه صح. اخيرا اثر ذلك على عقل الصبي. دي الكلمات المفتاحيه بتاعت الفصل.